بودكاست الدائري الرابع برعاية زين عالم جميل. هذا البودكاست حق كل شخص ما يعرف شنو يعني بودكاست. شعابي وستيكس شابين يسكنون بمنطقة طل على الدائري الرابع، وهو الشارع اللي قضوا أغلب عمرهم يترددون عليه، فخلوه اسم لهذا البودكاست اللي بيكون طول أيام شهر رمضان على إذاعة وتلفزيون المارينا. الشباب بيقضبون الخط معاكم يومياً بالدائري الرابع، بيفترون على أبرز محلاته ودهاليزه وإعلاناته. ترى من صدنا الدائري الرابع شيء كبير بكل ما فيه من زحمة ولو يتوادم وإرنات السيارات وبنايات وعمارات، لكنه يبقى إنه معلم عمراني شامخ بالديرة، تعودنا نمر عليه ونشوفه، لكن بشهر رمضان هالسنة بنسمعه مع شعابي وستيكس. حياكم يا الربع، تفضلوا على هواكم. مارينا اف ام داير ويلكم باك يا جماعة الربع، بودكاست داير الرابع. معاكم اليوم ستيكس وشعابي. انا ستيكس وانت تفضل. انا شعابي، بس علشان تميزون اصواتنا انا ستيكس تكلم شعابي. انا طبعا راح تميزوني على طول لان انا اللي صوتي اكثر احترافيه، وانا اللي راح تلاقون اني دائما اقول المصطلحات البروفيشنال. اكيد اكيد، انا اللي لما تسمعوني تقولون اي هذا اوكي، يعني ناصر الفنان وعزيز معاه. صح كذي بيقولون. اي اليوم انا بمشي لك اياها هذه. اوكي، بس باكر ممكن ما تمشي، يتغير الوضع. يتغير الوضع. حلو، يعطيكم العافيه يا جماعه الربع. اليوم احنا في اذاعه مارينا اف ام. نعم، قاعد تتابعونا على 90.4 او تلفزيون المارينا. اي مارينا تي في. مارينا تي في. وبعد وين يقدرون يتابعونا شعبي؟ يقدرون يسمعون الحلقة على منصات البودكاست. صحيح. شنو هما؟ أبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، ساوند كلاود. ساوند كلاود و yeah. توقع. حلو. بس وأعتقد بعد موجودين على اليوتيوب. أي مارينا يوتيوب موجود. أي راح نكون بالبث المباشر معاهم، مباشر على الهواء الطلق. شعبي هلا، شانك شعبي؟ انت شنو قصدك لما تقول شلونك؟ لحظه، انا سالتك سؤال طبيعي، شلونك يعني؟ تبي شلونك، شخبارك كذي اليوم؟ تبي شلونك اخبارك؟ يومي مقيرها. انت تبي تصيدني؟ حاضر. اوكي والله الحمد لله تمام بزيز، يعني احس بس تعرفني صياد. اي انا اليوم صراحه احس بثقه اكثر، يعني احس اني تعودت على جو، يعني احس صرت امون على الاستديو. صدق يعني تمون على المخرج؟ امون على المايك. عادي نقط عليه؟ لا بس ما نمون ما على المايك، مو ما وصلنا لهالدرجة، ما وصلنا لهالميانة. اي حلو. يعني بس احنا يعني هي ربع طيحة ما طاحت كلها. اي حلو. وبعدين يعني احنا جينا من وين؟ يعني جينا من كنا نسجل بالملحق. اي ل استديو صجي. اي تمام، سلام عليك. اليوم يا جماعة الربع عندنا موضوع دشم، موضوع كله دهن، موضوعنا ثقيل شوي، موضوعنا يتكلم عن الأشخاص السامة. We will dive deep. راح نروح حيل deep بالموضوع. أي أول شيء، أنت شنو يطري ببالك لما تسمع this is a toxic person ولا شخص سام؟ يعني طبيعي إنه ما يطلع سم من حلجة، طبيعي، وهو مو حية. أوكي. بس يعني تصرفاته سامة. حلو، يعني ما يبالك إنه مثلا إذا لمس شيء ممكن يسممه؟ لا هذه ما يتبالي. شنو الشيء اللي شيء نباتات؟ في نباتات سامة كذي؟ صدق؟ اي اتوقع يعني مثل... ما ادري شو اسمها، بس يقول لك وخر عنها در بالك. اي مو بغاباتنا، مو بغاباتنا بالكويت. أي. مو بالكويت مالتنا. انزين، نبي نتكلم اليوم عن التوكسيك بيبل. حلو. ونشرح لكم شنو يعني الشخص السام. صحيح. وكيف تتعامل مع الشخص السام، وكيف تتعرف على شخص سام بحياتك موجود. صح، عشان تصيده، يعني تصيده تلقطه. اي وكيف تتعامل معه؟ يعني مع الاسف في ثقافتنا او في مجتمعنا مفهوم التوكسيك بيبل او الاشخاص السامين يعني مو منتشر، صار الوضع طبيعي. ان عادي يكون انت صاحبك شخص سام جدا، بس ان انت ما تدري ان هذا سام. عادي تكون انت شخص سام وانت ما تدري عن نفسك. ايوه، يعني اذكر في مره يوم تكلمنا عن الموضوع من قبل، جانا كومنت واحده تقول انتوا خليتوني استوعب بعد الحلقه ان انا الشخص السام، هي الشخص السام. صراحه حبيت، يعني زين في احد استوعب. اي يعني اول مره احد يقول لي استوعبت ان انا الشخص السام. أوكي. بالهذا
بس قبل لا نبلش موضوعنا الدسم الدسم ابي اسالك شعابي قول لي تكفى how do you feel والله شلونك يعني شلون يعني شلونك how do you feel قول لي ابيك تشرح لي شلونك حلو يعني خل عندك بحر من المشاعر اي وقطهم كذي كأنك ما تدري والله عزوز عشان اكون معك صريح انا شوي متوتر وقاعد اعرق تهقى من الاضاءه ما ادري زين بس في توتر وقاعد اعرق بس امس شنو اتفقنا شنو تعلمنا من الاخصائي النفسي انك تحول التوتر الى طاقه انتاجيه صح اي تنتج اي صح سلام عليك ما تقعد تغوص بدوامه التوتر والقلق لا. لين تغرق اكشن نبي اكشن اكشن داير أي. ونكمل اي حول لطاقة انتاجية صح عليك صح عليك فيعني اي بس ماشي يعطيك العافية شعابي بس انا قاعد احس بطاقتك الانتاجية يعني قاعد تزيد يوم عن يوم صج اي قاعد تحول صج قاعد تحول التوتر الى طاقة انتاجية حاضر لعبتي هذه اي معروف عنك اي بس انا يعني لا اقطك بش اسمه مجمع تجاري لا التوتر يصير ما اقدر بالمخبر انا اذا دشيت مجمع تحوشني هذه الفوبيا الاماكن الضيقة حلو كلاستروفوبك يعني كلاستروفوبك فلما ندش المجمع تعطيني بنص ساعة خمسة ساعة بالكثير زي. لازم أطلع خلصت الطلعة أدري عشان كذي أنا مو من النوع اللي يقول لك نروح المجمع مثلا نتمشى. يعني ما تروح تتمشى لا 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 ما تروح تسوي رياضة لا لأن في ناس تسوي رياضة بالمجمع ترى ممكن إذا قبل الفطور ما شفتهم بلى صح صح إيه في ناس تسويها أوكي حلو ترى عادي يعني ما فيها شيء إنه شنو تسوي رياضة بالمجمع أنا أفضل الصراحة لأن الجو يعني حنون بس هل رمضان الجو حلو؟ إي بس يعني قبل الفطور شمس وحر أوكي يعني الشمس شوي تلسع حلوين حلوين ما بس أنا توقعت أنك يعني أنت من الناس اللي متعودة على الأجواء الباردة إي لأني كنت يعني على أساس أدرس بكندا وشي إيه. آه حلوين حلوين توقعت يعني انزين تفضل نبي نبلش موضوع حلقة اليوم اللي هو توكسيك بيبل صح فودي أبلش وأقول هل هناك شخص بحياتك دائما يحسسك لما تقعد وياه باللخبطة بعد ما تخلص منه يعني تحس انك متلخبط او تحس انك محبط اوكي او حتى بالذنب مرات حلو انزين اذا كانت اجابتك نعم فمعناته بانك قاعد تتعامل مع شخص سام اوكي حلو كلمة سام او توكسيك تصف الكثير من الاشياء مثلا تقدر تقول البيئة سامة صح حلو او تقدر تقول مثلا مخلفات المصنع سامة توكسيك ويست صح او حتى فيما يتعلق مثلا بتقول مثلا هذا النبات سام او الحيوان سام يطلع سم حرفيا هذه الحية سامة هذه الحية سامة صحيح تدري يقول لك شنو الفرق بين الثعبان والحية شنو الثعبان ذكر والحية انثى صجع عاد اي هذه توني اعرف هذه تاخذونها مع قفشه من الملح اكيد شوف واذا جرين اوف سولت بس خلينا ننوه نعطي الديسكليمر الطبيعي يا جماعه الربع لسنا بعلماء حلو ولسنا بدكاتره فاي معلومه اي حط يمها قفشه ملح أي كل ما تسمعها طق القفشه اي يعني شنو عشان نفهمهم شنو قفشه ملح أي. في عباره بالانجليزي تقول take it with a grain of salt صح فاحنا نترجمها بالعربي خذها بقفشه ملح اي يعني اذا المعلومه ما تكون 100% دقيقه بس صح. طوف واللي على الدائره الرابع عطنا هرنين عطنا هرنين نسمعك ترى اي انزين فنرجع لموضوع التوكسيك بيبل يقول لك ب 2018 صارت الكلمه متداوله بكثره انزين متداوله ولا متداوله متداولة متداولة والله ما أدري صارت الكلمة متداولة بكثرة تنقال الثنتين تنقال حلو يعني مخرج تمام أوكي فيقول لك من كثر ما صارت ترند ب 2018 كلمة يعني قاموس أوكسفورد الإنجليزي خلاها كلمة السنة the word of the year ب 2018 ب 2018 توكسيك من كثر ما من كثر ما تداولت اي حلو فيقول لك احنا تو تكلمنا شنو يعني توكسيك كلنا كلمه مشهوره اليوم راح نتكلم عن لما يكون تصرف الانسان او سلوكياته توكسيك صح فكل ما الشخص كلمه الشخص السام تطلق على الشخص اللي يسبب لك شو اقول لك بالزيز تعرف الهم الكدر والكدرك اي يكدرك صج تطلع وياه يعني تطلع من يعني بعد ما تطلع من قعدته من القعده الحنونه اللي المفروض تكون حنونه اي مهموم سبحان الله صج في ناس تقعد وياه بعد ما تخلص تقوم تقول لا شنو صار شنو هذا احس مص طاقتي كلها بالضبط ويعني ومرات يكون شخص قريب منك المشكله صح
بس انت رفيجه صار لك سنين فما تدري ايش تسوي، ما تدري ايش السالفه، عادي اي بس تضيع تضيع اي بس بهذا البودكاست ان شاء الله راح نعلمكم شلون تتعاملون مع شلون تصيدهم، شلون تصيد، شلون التعامل مع الموضوع. اي بس احب ارد وانوه واقول واعيد واكرر، اي هذا البودكاست حق منو شعابي، حق كل البودكاست، حق كل الناس اللي بعد هالحلقه استوعبوا انهم اشخاص سامين. حلو. وهم هذا البودكاست حق كل الناس اللي ما تعرف شنو يعني بودكاست. حلو حلو تمام تفضل. انزين يقول لك غالبا صعب انك تكشف او تتعرف على شخص السام. حلو. ليش؟ ليش؟ لان عزيز افعاله وتصرفاته تكون خفيه طفيفه من تحت لتحت غير يعني؟ مباشره. تدري ليش؟ لان هو طول عمره شخص سام. انزين فعشان يقدر يصمل ان شخص سام طول عمره لازم يتاقلم ويتكيف شلون انه يقدر يطلع درجه من السموميه اللي ممكن الناس تطوف له. حلو. يعني مو سام اللي in your face، سام بس من تحت لتحت. ايوه كذي. اوكي عشان تقدر تمشي الليله معاه. اوكي يعني يقدر يمشيها وكذي، يعرف يمشي الليله يعني. اي انزين كمثال، قد يكون هناك شخص بحياتك انت متاكد ان هذا يسبب لك قلق ولوعة شبد لكنك انت ما تدري ليش. اوكي اي فهذا ممكن ممكن يكون هذا شخص سام. نرد نقول لك لان يمكن انت ما تدري ليش، لان قلت لك هم تصرفاتهم من تحت لتحت. اوكي الاشخاص السامين. اذا كيف نتعرف على الشخص السام؟ كيف نتكيف وكيف نتعامل مع الموضوع؟ هذا ما سنعرفه في حلقتنا هذا اليوم. هذا اليوم سلام عليك. لا لا صج طلع الصوت الإذاعي هذا المرن، حسيت لذيذ. أي. صوت لذيذ يا جميل. اي وطبعا يا جماعة احنا لما نتكلم عن الأشخاص السامين ما نبيكم تحسون ان احنا يعني اللي طالعين منها. اي لا لا يعني مو احنا اللي طالعين منها ولا ان احنا الفضلاء. اوكي اوكي ما احس غلط استعملت كلمه الفضلاء. اخر اخر جمله كانت غلط كلها كلها الجمله كلها نلغي يعني اشطب. اي بس نقول لكم ممكن احنا نكون اشخاص سامين. راح اقول حق المخرج يقصها. زين ممكن احنا نكون اشخاص سامين وتطلع منا سلوكيات سامه، وبهذه الحلقه نبي كلنا نتعرف يعني مو بس المستمعين واحنا، لا حتى الستاف معانا في الاستوديو سواهم الله راح يتعلمون معانا اليوم ان شاء الله. تهقى في سامين بالستاف؟ انا صراحه شاك باثنين. شاك باثنين بعدين قول لي منو. بعدين قول لي منو. احنا ما بنسوي سوالف. لا ما في احد والله عاد صدق. الشباب بالاستديو يعني حبايب جدا، حبايب يعني، ويعطيهم الف عافيه وما أيوه. قصروا حتى أيوه. ها شوف يا بولي ماي انا بعد ها شوف بطنه شميل. زين شعبي قول الحين انا بقول لك شنو يعني الشخص السام. حلو. What's a toxic person؟ حلو. اول شيء سام لها اكثر من معنى مثل حلو. ما انت قلت من الساعه. اذا بنتكلم عن المعنى العلمي انزين، سام هي الماده اللي يمكن ان تسبب الضرر. حلو. مثل ماده كيميائيه سامه، ومع ذلك ممكن ان تستخدم لوصف تصرف شخص. حلو. تجاه الاشخاص الاخرين يعني تقدر تستعملها ماده كيميائيه. حلو. اللي تكون سامه وتسبب الضرر. أيه. او تستعملها لتصرف شخص سام. تجاه تصرفات اخر تجاه اشخاص. حلو. فالشخص السام هو الشخص اللي يتلاعب ويتحكم بالناس بمهاره، حريف، يكون فنان. فنان هذه شغله الناس اللي ما تستوعبها. عرفت أنا... عرف شلون لما رونالدينيو يسوي أيه. لك هذه وهبه أيه. هبه 2 3 أيه. الشخص السام كذي بس بشنو يتلاعب بحرفانه حرفانه حريف ما تقدر. فغالبا الشخص السام يكون اناني، وركز على الكلمه هذه، نرجسي. سلام. أيه. اوكي يعني اوكي نرجسي واناني زين. حلو. فيقول لك غالبا سلوكه يكون ناتج من شعور تدني احترام الذات، يعني ما يحترم نفسه هو، لو سيلف استيم. السيلف استيم طايح، السيلف استيم نازل يا بوي، طايح عند رجوله، طايح عند رجوله، ناط من السقف. احس هذا حتى لو نيب لك كرين يرفع له السيلف استيم ما راح يرتفع. ماكو لو توديه شويخ وتحاول تعير تضبط تصلح ماكو فايده. يعني ما ادري وين يودونهم يصلحون السيلف استيم، بس يعني طايح حيل. عرفت. حلو. فايه غالبا يكون ناتج من شعور تدني من احترام الذات. حلو. تمام. او يكون مشكله نفسيه، اضطرابات نفسيه مثل اضطراب الشخصيه النرجسيه NPD Narcissistic Personality Disorder. اوكي يعني هو في اضطراب. في اضطراب NPD Narcissistic Personality Disorder. اوكي يعني هذا مو الواحد كيفه يقول انا بصير نرجسي، لا
هو اضطراب. ما يصير انت تقوم من النوم الو في بصير نرجسي ممكن. ما يصير. لا ما يصير. حلو. حلو. وصلت. وصلت. هو اضطراب نفسي. أوكي. اسمه اضطراب شخصية نرجسية. حلو. حلو. او يكون هالشيء ناتج من صدمات الطفولة. اوكي. ما ادري عاد صاير له بطفولته بس يعني كان في لخبطة. اي. وطلعت كذي. غالبا اتوقع يا امه يا ابوه نرجسيين حيل. وخذ من طبايع. اي. قال هذه الطريقة الوحيدة ان الواحد يعيش. شافه يمكن ان هذا يعني المثل الاعلى حقه. اي. طبعا يكون مثلك الاعلى دائما الوالد والوالده طبعا ان اول ناس تشوفهم بحياتك اكيد اكيد من اول ما تنولد لين ما ادري متى يعني عرفت لين تطلع من البيت لين تطلع من البيت في دراسات تقول وش تقول وش تقول وش تقول اقول الفلوس لامي وابوي اقول مركض والحق اولو حج الناس ما يهمنا وحج الناس حج الناس ما يهمنا وحج الناس شو تقول موضوعنا شو تقول الدراسات تكفى تكفى سؤال متى اخر مره درست من زمان والله من زمان من صح؟ زمان من الجامعة من الجامعة مرات أحس ودي أكمل ماجستير أي. بس يصير فيني هذه أفكار من الشيطان صج صج أنا للحيني معلق بالسترس والضغط النفسي اللي حاشني بآخر سنة بالجامعة أي. فكل ما أفكر أني أكمل دراسات عليا أتذكر اللي صار أي. وحوشني تريجر وأتوتر تتوتر فأقول لا يا معود ما نبي نرجع تكفى صعبة صعبة صعبة, صعبة جدا جدا أي. الدراسات الدراسات تقول الدراسات نرجع حق الدراسات عجل ويرحم أمك وفي دراسات تقول أن الشخص السام يكون في أساس أو جوهر مظلم يعني من داخله أدارك كور أوكي شنو بالكويتي نقول كلمة كذي إن شخص يقول لك إيه نسيتها ما حد يساعدنا ما حد يساعدنا من المخرجين هني المصورين الشخص مسعف المسعف يمكن يعرف من المسعف ما في مسعف مبلغ وإذا طحت شلون لا في من يشيلني المجمع في المجمع في عيادة في عيادة حلو حلو زين قل أنت شنو قلت في دارك كور إيه يعني اللب ماله أسود اللب مظلم أو أسود يقول لك بذرته إيه فيها بذرة السالفة فيها بذرتها سودة صح يعني هو من داخل كذي من داخل هالإنسان صح مو نظيف على طاري أسود فيه راوتر لونه أسود من نتجير من شركة زين هذا 5G أزي هذا كم سعره أنت قلت لي أمس هذا 12 دينار أوكي من زين 1 تيرا 1000 جيجا حلو ممكن شنو تسوي فيه شنو تسوي فيه كل حاجة 1 تيرا يعني كم جيجا 1000 جيجا 1 تيرا يساوي 1000 جيجا شعابي كم مرة أقول لك الحسبة أنا مو تكنولوجيا مثلي كم مرة يقول لك 12 دينار يا شيخ 12 دينار 12 دينار قط 12 دينار وامش أوكي عرفت حلوين نرجع حق الدراسة اي الدراسة تقول أن الإنسان وايد شطحنا على الموضوع مو مشكلة الإنسان التوكسيك تكون بذرته 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 مو نظيفة مو نظيفة أساسه وجوهره مظلم حلو فيعني مهما تحاول تنظف فيه ما راح تقدر مستحيل يعني الروم صار مظلم انتبهوا يا جماعة إذا عندكم استوعبتوا أن الحين أدري في ناس قاعد يسمعوني يقولون أوكي أنا رفيجتي منيرة إيه لا صح سامة سامة إيه وإحنا عندنا شغلة بالكويت اللي ما أدري ليش الناس ما تحب تقطع علاقات مع الناس يقولك لا فشل صاحبي أعرفه 10 سنين إيه لا حبيبي ما له شغل يعني احنا بندخل بعدين بالعميق انه ممكن انه لازم تقطع العلاقه حتى لو كان شخص قريب منك حيل صح فاي دونت نو واتس جوين اون يعني كله من منيره 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 اللي قاعد تسمعنا يا منيره تكفين منيره اللي قاعد تسمعين شعابي تكفين يا منيره قطع العلاقه مع الشخص السام لا تتمين بالعلاقه هذه أبي من منيرة ما أدري من بنت منيرة ما أدري من عيالها ذيلة كمل كمل الدراسات تقول أن نطفتها مو زينة أي حلوة الكلمة نطفة نطفة لا ما أعتقد مو ما نطفة. لا 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 إحنا وايد ابن العيد وايد وايد ابن العيد أعتقد يعني بيمسح المقطع الحلقة كلها الهاردسك كله بينقر كنترول على الديليت أي يقول لك فتلاقي يبدي نفسه وأهدافه فوق راحة الناس حلو عشان يبرر حق نفسه وما يشعر بالذنب والعار أوكي عرفت زين فخلنا ناخذ المعلومة هذه ونفصفصها حبة حبة حلو
تلاقيه يبدي نفسه وأهدافه فوق راحة الناس. يعني مثلا أنت عندك صاحبك حلو، ممكن تكونون بمشوار أو شركاء في something like a business. حلو حلو. المفروض إذا أنتوا شركاء في business أهدافكم واحدة، تلاقي الشخص السام أو النرجسي هذا عنده أهداف ما يعلمها، ما يقولها حق الشخص الثاني اللي هو شريكة، اللي هو شريكة ايه؟ ويبديها على راحة غيره. أوكي. حتى لو كان يضر أي شخص ثاني. أوكي. ولي سوى كذي وشاف الضرر ما يعني ما يشعر بالذنب ولا يشعر بالعار. ليش؟ ليش؟ لأن عنده تصرف يعني من داخل أنه يبرر. أوكي. شيء في شيء من داخله قاعد يبرر له. حلو. هذا هو الدارك كور، هذا اللي بالدراسة اللي قالوا عنه اللب الأسود. اللب الأسود يا جماعة، كل واحد يجي كذا لب أسود. تعرف ليه بطلت مثلا الخوخة؟ اي وشنو داخلها؟ اللب. اللب شو تسمونها؟ تسمونها طعامة. اسمها طعامة. أنا صراحة أول مرة أسمع الكلمة، بس ممكن ممكن صح؟ ممكن. يمكن أنت تكون كويتي أكثر مني عزوز، ما أدري. أي ما له شغل، ما أعتقد ما له شغل، ما له شغل، ما له شغل. أي إنزين. فالبذرة البذرة اللي داخل الخوخة بس طعامة حلوة صح؟ أي والله أحلى الكلمة، بس بعتمدها. أعتمدها وما له شغل. إذن أسأل أمك شو تسميها. حاضر. أي طعامة. طعامة. إنزين. أبي الجيمات اليوم ما يبتول لنا إن شاء الله عزيز، باكر لا تحن. أوكي. مزيد. أنا قاعد حن وايد على الجيمات صح؟ أي. هل هذا تصرف سام شعابي؟ يعني راح يصير سام إذا أنا قلت لك stop it وأنت كملت، ما احترمت. أوكي. اللي قاعد أقول لك ما احترمت رغبتك. أيوة ما احترمت الحد اللي قاعد أحاول أحط لك إياه، قاعد أحاول أحط لك حد عزيز. أوكي أوكي. بليز افهم. أحاول. مزيد. أحاول أفهم. حلو. زين شعابي. قبل لا نكمل. أي. أبي هذا البودكاست حق منو؟ عزيز هذا البودكاست ايه حق كل الناس زين اللي ما يعرف ينام زين الا هو قاعد يسمع بودكاست. اوه هذا البودكاست حق كل الناس اللي ما يقدر ينام الا هو مشغل يوتيوب. اوكي. هذا البودكاست حق كل الناس اللي ما يقدرون ينامون الا اذا هو بيده على جنب وماسك تلفون وقاعد يسوي سكرولينج مايندلس سكرولينج مايندلس اللي يضيع يا ابوي اللي ما يدري قاعد يطالع تيك توك ثلاث ساعات. تيك توك بحر بحر. تيك توك يعني دش له وتضيع فيه صدق 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 تضيع. انا مرات يصير فيني يعني ايش قاعد يصير؟ ايه شنو هذا؟ ليش كذي؟ ثلاث ساعات داش بتيك توك وتضيع لين مسحت البرنامج. انا بعطيكم معلومه سريعه يا جماعه حق اي شخص يبي يكبر اكاونته بتيك توك ويخليه ينمو ويجي له اتراكشن وفولورز. لازم تعرف متى البيك اورز، الساعه اللي اكثر شيء متابعينك يستعملونها موجوده بالاناليتكس. يعني تعرف لك بالسوشيال والسوشيال ميديا بالتيك توك. انا البودكاست شلون طلعته من تيك توك؟ فايش تسوي؟ كل يوم تصيد الساعه. انا بالنسبه حق متابعيني كانوا الساعه 9 بالليل، فكل يوم 9 بالليل تنزل ثلاث فيديوهات تيك توك. حلو. كل يوم كل يوم كل يوم ثلاث فيديوهات. ما تمل؟ راح تمل بس الريورد حلو. استمريت على الموضوع ممتاز. استمريت على الموضوع شهر شهرين. زين. الثلاث فيديوهات لازم واحد فيهم يضرب، الالجوريثم تاخذه. اوكي. فيشعلل. وتحط لهم اغاني؟ انا احط لهم مقاطع من البودكاست. اوكي اوكي. اي انا اكلمك عن هذا بس عن البودكاست. بس ما عندي اكاونت شخصي في تيك توك اللي يعني اللي اسوي الرقصات ما فكرت تسوي الرقصات؟ تبي الصراحه؟ مبلى. تبي الصراحه؟ انا فكرت اسوي الرقصات وياك. تبي نسوي جوينت اكاونت؟ نسوي جوينت. ايش رايك نسوي جوينت اكاونت ونسوي هذول الترندات، ننزلهم باكاونت البودكاست الرقصات؟ اي عادي عادي بس تم شويه رقص واغاني وهذا وشويه معلومات عن توكسيك بيبل. اي وشويه نصائح. هذا الحلو بالبودكاست، هذا توقع الغير متوقع. الله عليك، هذا اللي كنت ابي اقوله. إيه؟ بس مو عارف شلون اطلعها. لا توقع الغير متوقع. الحين طلعت. اي كفو والله شعابي، يعطيك العافيه. الله يعافيك. زين يا جماعه، لازم نروح how do you recognize toxic behaviors. اي بس ما راح نروح الحين. ها فيها شوي، نبي نطلع فاصل اول شيء. حلو. بعدين نرجع لكم ونكمل نقول لكم شنو how to recognize، كيف تتعرف على الشخص السام، كيف يعني تتعرف على السلوكيات السامة. اي يعني احنا شرحنا شنو الشخص السام وعطيناكم overview. حلو. overview يعني يعني overview يعني overview يعني overview يعني فوق الفيو فوق الفيو صح فوق المنظر. عطيناكم. حلو.
لا صدق شنو يعني اوفر فيو؟ اوفر فيو يعني مثل ملخص. حلو. لا سامري ملخص. اوفر فيو يعني مثل تعميم. اللي عارف يدز لنا على الخاص. خلاص في احد يعرف شنو اوفر فيو؟ هو وصلت خلاص. فكيف تتعرف على سلوكيات السامة بعد البريك؟ بودكاست الدائرة الرابع راجع لكم بعد البريك. بودكاست الدائرة الرابع. عارفة أحلى حاجة فيكي إيه؟ اللي انتي فاهمة قصدي واللي بالي بيه. لا لا اللي تتساوي بيه. لا يا علي يا الله إن شاء الله أموت في هواك إن شاء الله. لا 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 ماكو ليركس يا بوي. وين الليركس؟ ماكو كلمات. لحظة يقول داير المخرج. داير فين يا جماعة الربع؟ داير. ويلكم باك يا جماعة الربع. بودكاست الدائرة الرابع هابرايثيري ذاتي مارينا فم ومارينا تي في قبل الفاصل قبل لا نطلع بريك قلنا كيف تتعرف على السلوكيات السامة. عطيناهم شو اسمه. لا أول شيء أوفر فيو. أوفر فيو اللي هو نصحح حق اللي قاعد يسمعنا. إحنا قلنا أوفر فيو معناها عطيناكم نظرة عامة. نظرة شاملة. حلو. شنو يعني الشخص السام؟ صحيح. الحين نبي نبلش ونقول لك انزين كيف تتعرف على السلوكيات السامة؟ كيف شلون تعرفها؟ شلون يقول لك عشان تتعرف على الشخص السام انزين الموضوع يتعلق بشعورك انت لما تقعد وياه اكثر من ما شنو يقول لك هو بالضبط. شلون يعني شعبي؟ يعني مثلا لما انت تتفاعل مع شخص سام يو انتراكت وذهم تسولف وياه كذي انتراكت تفاعل اي تفاعل بس احس في كلمه ثانيه حق انتراكت لما تكون على شكل اجتماعي يعني سوشيال انتراكشن تفاعل اجتماعي احنا اليوم قلبينها ترجمه شو السالفه. مو مشكله فيقول لك لما معلش. عندي كلمه احلى لما تتعامل مع شخص سام احلى. زين لما تتعامل مع شخص سام وعنده سلوكيات سامة سوف تجد نفسك تشعر باللخبطة. انزين راح تحس متلخبط وتشك بنفسك بعد ما تقعد وياه. طبعا لازم في ناس عندهم كلمة هذه تشك بنفسك عيب يعني قله يعني جنك بايق حلال ابوه لما تقول قول شك بنفسك تعرف اللي نفس ايش فيك بتبكي ايش فيك بتبكي وتشك بنفسك على وزن واحد يعني الرجال لازم ما يشك بنفسه ولا يبكي ولا ايش فيك بتبكي فقلنا كورية سامة يا شيخ. هذه راح تكون حلقه محترقه بس مو مشكله فنحرقها بعدين. تجد نفسك بعد ما قعدت مع الشخص السام تحس بانك متلخبط صح وتشك بنفسك. والنقطة اللي بعدها انزين لما تقوم من القعدة وياه وتخلص انزين تحس نفسك منهك او غاضب دريند متنرفز اوكي قلق. تقول هذا الشخص يعني مرات اكيد حاشتك بوزيز واكيد الجمهور اللي يسمعونا حاشهم نفس الموقف اللي تقعد مع شخص تسولف وياه لما تقوم تخلص تحس نفسك طاقتك مصها كلها خذاها. اوكي يو فيل دريند يعني تحس بالانهاك لانه يمكن في شو اسمه مكتشكناويه يسمعونا اي فلازم نقول يو فيل دريند يور انرجي از دريند يا سو يو ليف ذا انتراكشن فيلينج دريند انجري اور فول اوف انكزايتي. يس سير. يعني شنو انكزايتي؟ قلق توتر رهاب صح. اي انا ابي تطلعوا من الحلقه هذه تعرفون ان القلق الرهاب معناه بالانجليزي انكزايتي والقلق بعد والقلق يمشي. حلو. بس التوتر ستريس مو نيرفسنس ما ادري بلى لا نيرفسنس اللي يدرسون آداب انجليزي فيدونا دشوا علينا خاص وعلمونا شو سجلوا عندكم بورقه اي انزين احنا لازم نحط لنا يعني احد يدرس آداب انجليزي هنا معانا بالاستديو يصحح لنا شعبي. تصدق مدقق لغوي يسمونه صح مدقق لغوي هو لازم نحطه بفريق الاعداد عيل بس مرات شنو فريق الاعداد شنو يعطيك يطلع فاصل فريق الاعداد يروح فريق الاعداد يعطيك 1-0 فريق الاعداد يسافر اسبانيا
ولا يرد يا جماعة. مرة فريق الإعداد يعني أغرب سالفة صارت مع فريق الإعداد، قلنا لهم يا جماعة حلقتنا باكر، وين الإعداد أي. ولا شنو؟ كانوا يقولون إحنا ما نبي، إحنا مسوين ضراب. قلت لهم ليش؟ كانوا يقولون نبي تزيدون فلوسنا معاشاتنا. إحنا بالبودكاست حاطين، إحنا عندنا أربعة فريق الإعداد، كل واحد نمشي له على حلقة 5 دنانير. حلو زين. ترى مو ترى زين والله. ترى زين. فيها وجبة فيها لأن شنو؟ أنت عندك 4 حلقات، قبل كنا نسوي 4 حلقات بالشهر صح. فهذه انت على ميزانيتنا انا وياك 20 دينار بالاسبوع، هذه 80 دينار بالشهر. وايد ترى وايد علينا، وايد علينا. فكل واحد كنا نعطيه 5 دنانير صح. يا كان شي يقول لي شي يقول له زيد. قلت له يعني ايش كثر تبي؟ كان يقول احنا قعدنا مع بعض واتفقنا نبيها 7.5 دنانير. اعلم والله شلون شي لا وشنو انا شنو؟ قلت له يعني انا مفاوضات وشي نيجوشيت ايه. انا اقول له خلاص 6 ستة. كان يقول لها 6.5، قلت لها 6.25. سكرنا الموضوع. سكرنا الموضوع خلاص. اتفقنا. فركش يا عمي فركش. 6.25. إنزين. فالشعور الثاني اللي بعد اللي بتحس فيه لما تقعد مع شخص سام، you feel bad about yourself. شون يعني؟ تقولها بالعربي عزوز. أنت اللي يقولها بالعربي. أنا أقول لك أحتاج مصحح لقوي. إنزين. أنت تقول لي قولها بالعربي. تشعر بالسوء. أنا الساعة ضيعت بين تنوين وفتحة وضمة. صح شيك. إنزين. You feel bad about yourself يا جماعة، يعني تطلع من الانتراكشن لما تتعامل مع الشخص تحس نفس تشعر بالسوء تجاه نفسك. تشعر بالسوء تجاه نفسك. إيه. مزاجك ممكن يتعكر، ممكن تطلع تحس نفسك أنت تقول لا أنا فيني شيء غلط. إيه. فهمت شلون؟ زين يومك مو مضبوط تحس إيه إيه إيه. تحس يبيلك ها ما تدري راس شيشة ولا ترن طراق ما تدري. ما تدري. ما تدري هذه الأيام الغريبة اللي تضيع بين ترن طراق ولا راس شيشة. إيه إيه. مر عليها الأيام. حلو حلو زين. زين اللي بعدها عزيز الشخص اللي تصرفاته سامة دائما يحسسك بأن أنت لازم تساعده. حلو يعني مو بس يي ويفضفض لك ويتشكى غصبا عليك انت بتساعدني كذي ايه؟ يعني اي لان هم عند بس شنو ما يقولها بهالطريقه ها. هم يراوغ يناور هم فنانين وحرفانه يعرف ايه. شلون يجيبها يعرف على اي وتر يلعب يطلعك من الموضوع يحسسك ان انت ملزوم تساعد يرفع لك اياها عرضيه وهوب يلعب. ساعدني يلعب دور الضحية يلعب ما أدري شنو ينسدح على الأرض هجمة مرتدة يسوي ضغط يلعب معدة ما أدري ما تدري عاد أي حلو إنزين اللي بعده تلاقينا ما يحترمون حدودك الشخصية ما من حدود يا شيخ ضاعت الحدود على حدود إنزين تبطلت حق الناس اللي يقولون شنو يعني حدود شخصية بشكل مبسط حدود شخصية يعني القدرة إنك ترفض شيء ما تبي تسويه تعرف تقول لا تعرف تقول لا يعني أدق على فلان أي تعال السينما حلو. اليوم الفلاني حلو وعنده شغل اوكي ما يقدر يقول لي لا ما عنده حدود شخصيه اي يقول لازم تعرف تقول لا اي يعني والشخص السام من النوع اللي تلاقيه بيدق عليك بيقول لك لا ايش عندك؟ عندك انا هذه الكلمه ما احبها اوف ايش عندي لحظه تنرفز مشغول ايش عندك ايش عندك اي يا معود زين ايش عندك اي يا شنو مرينا شنو اقول شنو بودكاست حبيبي اقول يا حبيبي هذا البودكاست حق كل الناس اللي ما تعرف شنو يعني بودكاست بالضبط واحنا فيك واحنا الحين باي شهر احنا بزين الشهور بالضبط اي اقول لك شهر فضيل فاي فما يحترمون حدودك الشخصيه يعني لما تقول له لا انزين ولا كنا سمعك ما 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 ياخذ ما ياخذها ما ياخذها, ما ياخذها على محمل الجد اي الشعور اللي بعده يقول لك تحس بالذنب لما تقول له لا اوكي او تحس بانه ما راح يتقبل بانه تقول له لا تصدق اكيد عندك ناس كذي يعني انت اول ما قلت كذي في شخص يبالي على طول شلون يصير فيني اوكي اوكي هذا شخص سام هذا شخص سام اذا عندكم شخص بحياتكم تحس انه ما تقدر تقول له لا لان شنو اليوم دق علي حلو اليوم قال لي عزوز امش انت فطر برا حلو قلت انا قلت وي الحين هذا ما راح ما لي خلق اقول له لا وبعدين يسوي لي هبة ليلة ويزعل وانت 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 شان يصير فيني صدق كذبت ما ادري ايش اسوي بس حتى لو تسمع يعني خلاص بس هي فيها قلت له تصدق انا معزوم اوكي انت صرفته صرفته ولا وقلت له يعني معزوم من شخص ما اقدر ارده مدير القناه مايكل بلتع ما اقدر ارده لا أوكي. عيب اوكي حلو أي. حلو انت مشيت جايب عمر القصاص وياهم وشعابي احتمالي يعني مخرج التلفزيون أي. موجود فيعني أوكي. حاولت اني اصرف الموضوع اسره المحطه كلها جايه كلها جايه حلو الرئيس التنفيذي بكبره جاي انا احس انه يعني ممكن انك انت تتعلم تقول لا وتسكر الموضوع بدل لا تكذب هالكذبه الطويله عزوز مو لان شنو إذا ما تهذبت الكذبة هذه الطويلة راح يدش معاي بسين وجيم أنت إش عندك ايه. منزين فطوركم بالبيت ايه. كل يوم نفس الأطباق
يا حبيبي خلاص أنا مرتاح بفطور البيت، أنا أحب السمبوسة كل يوم، أحب أكل سمبوسة كيفي. أنا تدري شنو أحب على الفطور؟ أحب تشيكن ناجتس. أنت جوك غير. إي ما أدري ليش. أنت مو أنت مو غريب، أنت مختلف. إي you're not weird you're different. 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 إنزين إنزين. الشعور اللي بعده اللي تحسه مع تحس دائما إنك قاعد تمشى على قشور بيض. You're walking on eggshells. Yeah, شوف. أنا هذه أعرفها. Walking on eggshells بالعربي بالضبط أنا ما أدري شنو هي. بس إنك تمشح على قشور بيض. إيه تحس إن ما تحسب حساب كل كلمة تطلع من حلجك. أوكي. ما تبي تقول له شيء عشان لا يفصل عليك. أوكي. فهمت شو يعني تحاول إنك you tippy toe around him. تك تك تك. Tip toeing on my toes. Tararararar. نسيت الأغنية. حلو. أوكي. وهالشيء يخليك ما تقدر تعبر وياه. صح. تحسب حساب كل شيء تبي تقوله. واخر واحده يقول لك تلقى نفسك دائما تنزل ابديت وتضطر انك تغير سلوكياتك وياه عشان بس تتعامل وياه. واذا ما في مساحه حق الابديت لازم تمسح ملفات. تمسح ملفات. اي دائما بتلاقي نفسك ان انت كذي عايش، تلقى نفسك دائما مضطر انك تعدل سلوكياتك عشان بس تتعامل وياه هو. علشان تتعامل معاه وتتعايش. اي يا بوي صدق يا اخي انا تكدرت من كثر ما سولفنا عن الشخص. تعبت والله تعبت. اي 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 مشكله يعني احس طاقه سلبيه وايد. حيل حيل. زين شعابي الحين لازم نروح ونقول شنو علامات الشخص السام. What are some signs. حلو. علامات قد لا وقد لا تكون سهله انك تصيدها. لا 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 لازم شنو لازم يعني تحطهم ببالك زين. اي وتحفظهم زين وتدقق عدل وتركز حلو. بطل مخك. حلو. خلك فطين. حلو فطين. فيقول لك مرات يكون صعب تعرف اذا الشخص عنده تصرفات سامه او يكون شخص سام بيسكلي. انزين بس في علامات في علامات ممكن تلاحظها عشان تصيد. اوكي. عشان تصير يعني حريف صيد اشخاص سامه. اوكي. عرفت. ما في دوره. ما في يعني شهاده. في فريق. ما في لازم يعني كله مجهود فردي. يعني ما في منتخب الكويت اللي صيد التوكسيك بيبل. ما افتحوا للحين. ليه فتحنا الفريق وسوينا المنتخب وسوينا الرياضه الجديده نكلم الاتحاد لازم يسوون اتحاد. اي ان شاء الله ما مو مشكله. انزين. اي فيقول لك في علامات ممكن تلاحظها عشان تصيد او تعرف الشخص السام. حلو. اول شيء يقول لك الدراما وراهم لاحقتهم. يعني everywhere they go there's drama. حلو. عرفت. وين ما يروحون تلاقيهم يسوون دراما. اوكي. شنو دراما بالعربي؟ دراما. اي دراما. دراما. دراما حتى بالعربي دراما. اي نفس انا تاكدت تو من المدقق اللغوي. جبته. زين يعطيك العافيه. اشرت له من بعيد كان يسوي لي اوكي. اي فيقول لك وين ما يروحون تلاقيهم يسوون دراما كأنهم عايشين بمسلسل وهم المين كاركتر. اوكي. Like I'm the main character of everyone's life. اوكي. Nah honey, you're the main character of your own life. صح. ما يصير تكون الشخصيه الرئيسيه بحياه العالم كلها. لا انت الشخصيه الرئيسيه بحياتك بس. بس انت شخصيه ثنائيه في حياه الغير. علي؟ اي. فيقول لك عندهم حرفنة بالتلاعب. هذه قلناها والرد نعيدها. بس يمكن هالشيء ما نلاحظه الا اذا شفناهم يطبقونه على ناس ثانيه غيرنا. أي. يعني انتم طالعين ثلاثه الحين. حلو. وانت متعود فلان يتلاعب فيك يعاملك بطريقه معينه. اي بعدين انت تلاحظ هذا كنا قاعد يعاملني بنفس الطريقه. اي يعني يعامل الشخص الثاني. عشان كذي الاشخاص السامه تحس انه دائما يتفرد فيك ما يمسكك بروحك. أي. عشان لا تلاحظ هو شلون يعامل يعني الناس. يعني بمجموعه ما يطلع سمومه. أي عرفت. أي صح. فتلاحظ السموم تطلع انفراديه. يعني مثلا شريك حياتك ممكن يكون شخص سام. فلازم انت ما تدري. فلازم انت تلاحظ تصرفاته مع ناس غيرك. اوكي. علشان تصيد تعرف تصيد. بس في ناس بيقولك شي يقولك ما يهمني دام هو يعامل الناس تي هو يحبني. ايه ما يهمني دام انه امس ياب لي الجنطه واسبوع الجاي بيسفرني. ما يهمني ان امس قافل علينا باب البيت انا وعيالي برا. ما دخلنا البيت. لا هذه لا يجوز. لا ما له شغل. زين. اي انزين دائما يحكمون على الناس. وي. حتى انت يا ابوي جادجمنتال. اي يا جماعه اللي ما يدري شنو يحكمون على الناس الشخص اللي دائما ينقد على كل شيء.
تكفى شايف هذا شلابس، تكفى شايف راسه، تكفى شايف في احد يرسم 2022 في احد مصدق، تكفى شوف هذا قاعد كوفي شوب وماسك كتاب قاعد يقرا، تكفى شايف هذول اثنين واحد راسه مربع والثاني مثلث طالعين مارينا فهم يسوون ايه بودكاست ايه، شايف راسهم، شايف هذا لابس دشداشه وجوت رياضه، لا الحين صار عادي، هذا الحين صار عادي، كلنا صرنا كذي، كلنا صرنا كذي، اي يعني دائما يحكم، دائما يحكم على الناس، تكفى تكفى شنو يعني مسوين بودكاست انت وشنو، وشقال جلد، اي شقالين جلد، جادجمنتال، فيري جادجمنتال، احنا هذا الموضوع اللي مطبعينه عندنا بالكويت، صار طبيعي ان الواحد يمشي وينقد، اي يمشي وينقد، صار مثل عرف عندنا، اي صار طبيعي بالضبط، يا جماعه ترى مو طبيعي الشيء هذا، والله مو طبيعي، يقول لك بعد شنو عوزتهم، their neediness، عوزتهم، عوزتهم neediness يعني عوزتهم، يعني عوزتهم اعتقد حلو حلو، صحح لي اذا انا غلطان، لا بس لا انا اقول لك عوزتهم يعني نيدنس، حلو زين، تخنق، تخنق اوكي، تحس بقمته لما يعني لما يحتاجك، لما يحتاجك تحس بقمته، ولا يحتجته يختفي، يختفي سحب عليك اوكي، اعطاك شنو ها، تليفوني، تليفوني ما ادري عنه اصلا، انا ما شفت التليفون اصلا، ضاع اوكي علي، وهو التلفون كله بيده من صدقك انت، انزين، فلما تحتاجهم يختفون ويقول لك شنو، ما يشوفون نفسهم انهم المشكله، يعني الكل يطلعونه غلطان الا هم ما يغلطون، سبحان الله سبحان الله، يا ابوي شنو انت ملاك ما تغلط، وايد كلنا بشر نغلط عزوز، يعني هذه الجمله اللي قلتها توه صدق، وايد ناس يمرون علي كذي وانا ما اقدر اتعامل معاه، يعني لازم ما اعرف اتعامل لما يجي لي شخص اللي دائما هو مو غلطان، الناس كلها غلطانه الا هو، انا ايش يصير فيني لما مثلا دش بنقاش والشخص الطرف الثاني غلطان وهو حانك مصمم ان لا 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 انا مو غلطان، تيصير فيني شنو، اوكي باي، تمشي بس هدى وتمشي، هدى وامشي، صح والله هدى وامشي، صح، لا تيجي تعور راسك وتلف وتدور معاه وتحاول تقنعه انه هو غلطان، لانه هو ما يبي يقتنع، هو ما يبي يقتنع، هو مو متقبل انه غلط، اي عرفت، اي ف that is sometimes حلو، some good signs you should recognize، عرفت، حلو، الحين احنا قلنا لكم شنو العلامات وشنو السلوكيات السامة، يعني المفروض انت اذا وصلت الحلقة هذه الحين انت عرفت شنو يعني الشخص السام، المفروض يعني صار عندك خبرة، المفروض الحين في اقل شيء ثلاثة بمخك عرفت انهم سامين بحياتك، اقل شيء ثلاثة، شي ثلاثة. اقل شيء ثلاثة اقل شيء انا اضمن لك اوكي انزين، فالحين بنقول كيف تتعامل انزين مع الشخص السام او عشان تتكيف معه، كيف تتكيف مع الاشخاص السامين، يعني اي رقم واحد، وضع الحدود الشخصية، حتى لو الموضوع يحسسك بالذنب، في وايد ناس يقول لك انا ما ابي اقول لا، ما ابي ارفض له طلب لانه ممكن انه يقول او يحس بالذنب بالنهاية، ما ابي ارفض طلب، لما تتعامل مع الشخص السام مهم انك تعرف شلون تحط خط وحد له، التحدي راح يكون انك ما تحس بالذنب بعدها من البدايه، انا اقول لك من البدايه إيه؟ انا لما تعلمت احط حدود من البدايه، لما اقول لا كنت احس بالذنب حيل اكيد إيه. بس بعدين تعلمت ان الاحساس بالذنب طبيعي، وكل ما اكمل اقول لا 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 بيصير شيء عادي، بيصير شيء عادي، شوف الثيرابيست اللي كنت راجع عندها شنو كانت تقول لي، طيها العافيه الله، والله ترى سنعتني، سنعت شعابي عدل يا جماعه، لو مو الثيرابيست هذا، شوف لو مو الثيرابيست وفاروق ترى يعني مو موجود يعني انا حي يعني ثيرابيست وفاروق احييهم، في ناس يقول لك اوكي شلون اسوي براكتس على الحدود الشخصيه، شلون انا اقول لك، لما تروح مطعم او تروح كوفي شوب لما تطلب مشروبك بعدين يقول لك would you like extra caramel، would you like whipped cream، would you like to نبوس الجلاس ونعطيك اياه، نو no. اي شيء، فانت شنو لازم لما بمطعم بهذا لازم ترد عليه نو no او لا بحزم، يعني مو تصرخ، مو تقل ادب او مو تصرخ او ولا تقل ادبك، يعني دونت بي رود، دونت بي رود، بس قول لا يعني لايك يو مين ات، لايك يو مين ات، يعني اي قول لا، مو ها ما ادري لا لا كنا لا لا كنا لا 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 تقول كذي، بس 350 سير، لا قول لا 300 فلس زياده، لا ولا تحاتي، لا تحس بالذنب لان هذا الموظف ما راح يشيل، ما راح ياخذها بشكل شخصي، يعني ما راح عادي، هو بس ترى قاعد يسوي وظيفته، انه هو مطلوب منه انه لما تطلب منه مشروب او وات ايفر يعطيك اياه، يسوي لك اياه،
وهو مطلوب منه انه يقول لك تبي اكسترا واتيفر، تبي اكسترا شيء، ما تبي الوجبه كبيره مثلا، مطلوب منه. فهي تصير عضله يا جماعه، عضله الحدود الشخصيه، انك تبلش تقول لا باشياء بسيطه، مرنها، مو بس تمرن الباي، مرنها. في ناس مثلا يمرن باي، صدر، تراي، في واحد يقول لي بس لعب على الاكتاف والتراي لان هذول اكثر شيء ينتفخون. اوكي بس عاد ما هذا انا سمعت مره بس الاكتاف، قال لي حيلك بالاكتاف، حيلك بالاكتاف. اي بس انه شنو، وبنفس الوقت لا تنسى انك تمرن عضله انك تقول لا، انك ترفض. أوكي. فبلش بمطعم، بلش باشياء بسيطه، بعدين شوي شوي بتلاقي عندك ثقه، وممكن انك تنتقل من مطعم او كوفي شوب الى علاقاتك اللي بحياتك معك. تدري الشيء الوحيد اللي ممكن ما اقول له لا؟ شنو؟ الاوربي واي فاي. لا ابو الزيز قوي. لحظه قوي 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 قوي. تدري ان 16 دينار 2 تيرا؟ هذا 16 دينار ما شاء الله عليه. هذا احب الحجم ماله، الشكل تحسه يعني حنون، احسه فروم انذر. ينخش ورا التلفزيون، ينحط الطاوله عند طاوله الطعام. حلو. انا يعجبني بالراوتر هذا اللي هو من زين طبعا. احب شكله يعني. أوكي. التصميم انا احب اداءه اكثر من شكله. صدق انا اركز على الشكل. انا انت تحب استيتكس. استيتكس يس. انا اركز على الجوهر، الكور، النواة. قصدك انا انسان سطحي؟ ما انا ما قلت كذي، انت قلت عن نفسك. زين هذا كم اول شيء كم اشتراكه؟ 16 دينار. وكم تيرا يعطيك؟ 2 تيرا. يعني كم جيجا؟ 2000 جيجا. 20 مره احاول افهمك ترجمه التيرا الى الجيجا والجيجا الى التيرا. يعني التيرا 1000 جيجا. ايوه وصلت. حلو. رد الراوتر مكانه جزاك الله خير. حلوين. خلينا نكمل حلقتنا. ماشي. يا جماعه الحين نروح حق رقم 2. رقم 2، كيف تتكيف مع الاشخاص السامين؟ اي avoid getting drawn into their drama. تجنب التدخل في الدراما مالتهم. لا مو مو تتدخل، تجنب انك تنسحب. تنسحب الى الدراما مالتهم. لا تنسحب. اي شوف طبيعتنا كبشر نحب نسمع عن مشاكل الناس والدراما، ونحب نعرف السين والجيم، عرفت؟ بس لما نكون صوب شخص سام ممكن ان نتدخل اكثر، وبعدها تصعب علينا ان نفصل عن مشاكلهم. فعشان تتجنب التدخل هذا لازم نحاول نكتم الرغبة في معرفة مشاكلهم وتفاصيلها. يعني ذي بيتشكى وبيقول لك انت حاول انك تصد، حاول انك تصد، تلبس قفازات. انزين عاد هذا النوع من الناس اللي وين ما تروح معاه يسوي مشكلة. ايه تعرف اللي نقعد بالمطعم ليش الجلاس محطوط هنا؟ يبي يتهاو يبي المدير، يبي نادني المدير. كارن. تبكي الكارن. وانت وانا ادري قصدك منو. اي انا ادري تقصد منو. دائما ترى يعني احنا يعني كل ما نتكلم عن الموضوع نستوعب اكثر انه هو صدق شخص. احنا وصلنا مو 3 اشخاص، وصلنا 6-7 كابتن. اي من الساعه انت تقول لي 3 اشخاص، وصلنا 7. مو مشكله. عطني الثالثه. يقول لك تكلم معاه. مرات الشخص السام او صاحب السلوكيات السامه يكون غير واعي بتصرفاته. صحيح. او انه قاعد يسوي شيء يضرك فيه، هو قاعد وياك كل يوم وصاحبك ويحبك، ما يدري انه قاعد يضرك. فبهالحاله تقدر انك تكلمه، تاخذه على صوب وتقول له ابيك بكلمه راس، وتشرح له. في بعض الناس قد يعاني من مرض نفسي او يعاني من اضطراب انه يمنعه انه يتواصل مع الناس، فاذا انت كان صاحبك ويعزك كلمه بالموضوع، قول له يا فلان ترى انت انا ملاحظ عليك مخك يقفل. يعني اذا قفلت ما ترضى تسمع. طبعا انت بالضبط. حاول تقولها باسلوب يتقبلها يعني. اي لازم يعني ما تشد. اي وحتى لو تقدر تنصحه يراجع مختص. صح. يحل هالمشكله. اللي بعدها قاوم محاوله اصلاح كل شيء. resist trying to fix things. الانسان يقول لك عنده الرغبه في محاوله مساعده اي شخص. حلو. طبيعي تشوف شخص ودك تساعده. بس الشخص حلو. السام بس الشخص السام يعني حتى لو عندك له نصيحه لا تقولها يا ابوي. اوكي مو شرط تقولها، لانك راح تدخل نفسك بشنو؟ بدوامه من التشكي وطلب النصائح. بتعيش بدوامه، بيقعد يتشكى ويطلب منك نصائح لا مدى الحياه. فيقول لك not my circus not my monkey. حبيتها هذه. واخر واحده يا جماعه، حاول انك تقلل من قعدتك وياه. يعني صحيح. يعني واذا اضطريت انك تقطع علاقتك معاه، يعني جو هيد مثلا اذا كانت امك ولا ابوك ما تقدر تقطع العلاقه، يعني زوجك زوجتك،
لا زوجتك بعد مشكله هذه بهذه تقطع العلاقه معها او زوجك، بس انه حاول بس حاول انك تقلل الوقت، لا تقعد وياه كثر ما تقدر. يعطيكم العافيه يا جماعه الربع، يعطيك العافيه شعابي، كان معاكم ستيكس وشعابي بودكاست الدائره الرابع على المارينا تي في واف ام وراديو ولايف ستريم ويوتيوب وكل مكان، حتى بالثلاجه ممكن تلاقيني. سلام عليكم. سلام. خلصت حلقة اليوم من بودكاست الدائري الرابع، نلقاكم باكر الساعة 12:30 الليل على مارينا اف ام ومارينا تي في.